بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكما بينا قبل ذلك المنهج في الاستماع والإنصات لهذا النداء الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين بنداء الإيمان. وعندما ينادى علينا بنداء الإيمان فلا بد أن نشعر بحركة الإيمان في القلب، قلنا بهذا الباعث الإيماني، حتى يهيئ الإنسان لاستقبال والإنصات إلى الخطاب الوارد بعد هذا النداء، ويؤهل للاستماع وكذلك للتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا، فنقول أن المسلم لا يسع عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك، ثم يكون الإنصات الكامل بكيانه وجوارحه لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي سيرد بعد هذا النداء. إما أن يكون هناك أمر ينبغي أن نمتثل لذلك الأمر، أو هناك نهي ينبغي أن نبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، أو أن يكون هناك تأكيد لمعنى لابد أن يكون مستقرا في النفوس والقلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. ما ينبغي الإنسان أن يقول لشيء هذا حرام وهذا حلال إلا بسند ونص من الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. ولذلك الحلال بين والحرام بين، يبقى الحلال له سند والحرام أيضا به سند. وذكرنا أن الأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل الحل، والأصل في نقول الأطعمة والأشربة والمعاملات أصل فيها الحل حتى يرد دليل التحريم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وسبق في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الجميع مأمور بأكل الحلال الطيب، والجميع مأمور بترك القبيح المحرم. ولذلك نادى الله تعالى في سورة البقرة كما مر علينا على الناس جميعا، على جميع الخلق: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نقول الجميع مأمور أن يطعم الحلال الطيب، يبقى الجميع مأمور. يا أيها الناس، قلنا ده نداء على جميع الخلق، يبقى ليس على المؤمن فقط، ولكن على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر والعبد، الجميع مأمور أن يطعم الحلال الطيب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكذلك ورد النداء على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى مع الطعام ومع الشراب بنقوم بهذا الحق لله سبحانه وتعالى، حق العبودية.
الشكرية، وأن يلازم العبد ويستديم على شكر الرب المنعم علينا بهذه النعم. هذا إنعام الرب سبحانه وتعالى، وهذه نعم الله سبحانه وتعالى علينا. سنستشعر النعمة، وكما بينا أن النعمة تقابل بالشكر والعبودية، أن النعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود أو النكران أو الغفلة أو التكاسل، ولكن نقابل النعمة بالشكر والعبودية. يبقى هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن تقابل بالشكر والعبودية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا من إحسان الرب إلينا سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل جعل لنا هذا الرزق الحلال الطيب، وأن الله سبحانه وتعالى يسر لنا سبل الاكتساب من هذا السبيل الحلال الطيب. يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا كما تقول الآيات، يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يبقى لا تقل لشيء هو حلال هذا حرام، ولا تقل لشيء هو حرام هو هذا حلال، ولكن كما بينا أن الحل والحرم هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. فالحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، والإنسان ينبغي ألا يتعدى حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يبقى كن حريصا على الكلام، ويكون حريصا على ما ننطق به. يبقى لازم الإنسان يكون عنده حرص شديد إذا تكلم في مسألة عن حلال أو حرام، يبقى عندنا استند قبل الكلام، يبقى لابد أن نرى ذلك استند أو الدليل على صحة ما نتكلم به. إن قلنا هذا حرام فهذا دليله، إن قلنا هذا حرام هذا حلال فهذا دليله. قلنا حتى لا نتجاوز الحد، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، كما نقول أن هناك أسباب نستجلب بها محبة الرب سبحانه وتعالى، ويسعى الإنسان لاكتساب هذه الأسباب التي تؤهله أن يكون محبوبا عند الرب سبحانه وتعالى. كذلك احذر أن تأتي بسبب من الأسباب، هذا سبب يمقت الله عز وجل فاعل ذلك الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين، يبقى احذر أن تكون من المعتدين، احذر أن تكون من المفسدين، فهذا يبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. بل أن الله تعالى يمقت هذا الفساد، والله تعالى يمقت هذا الفساد، فاحذر أن تأتي بفعله تكون سبب جانب لسخط الرب سبحانه وتعالى، ولكن اسعى أن تحصل على سبب من الأسباب يكون سبب جانب، أو على فعله هي سبب جانب لمحبة الرب سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذا رزق ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي عبودية، يبقى الإنسان لما بيطعم الحلال الطيب يبقى نقول على ذلك تقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى، لما نشرب الحلال الطيب نقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى. يبقى في عبودية مطلوبة من الإنسان. يبقى نقول في واقع الحياة أن الناس ألفوا الطعام والشراب ولم يروا أنها نعم، وبالتالي كأنها لم تستوجب الشكر، لكن العبد المؤمن يعلم مع كل نقول طعام بيطعمه يعلم أنه يحمد الرب سبحانه وتعالى، عبودية الله سبحانه وتعالى. مع كل شراب يشربه أيضا في عبودية، يبقى أقول بسم الله وكذلك أقول الحمد لله، ونقول على لما بنشرب نشرب على ثلاث جرعات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في عبوديات نقول ده ماء، لو شرب الإنسان فهذا نقول شراب، يبقى شراب نقول حلال، ولكن في عبوديات ما ننساش حتى مع هذه الأمور الحياتية. في عبودية لما الإنسان بيطعم بينتبه أن أكل بيميني، أن أقول بسم الله، وأنتبه أن أكل مما يليني، أن أقول الحمد لله بعد الشبع أو بعد الانتهاء من الطعام. يبقى ده نقول عبوديات، وإلا نقول يطعم الإنسان وقد لا ينتبه إلى ذلك، يعني يشرب الإنسان نتيجة العطش ولكن لا ينتبه إلى ذلك. حياة المؤمن كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، حياة المؤمن كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى لما بنيجي نشرب أشرب على ثلاث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشراب ثلاثا كما قال أنس بن مالك رضي
رضي الله عنه قال فأنا أتنفس من شرابي ثلاثة. يبقى نقول الصحابة بالترجم الكلام، يبقى عند الشراب إيه اللي يمنعك أن تشرب على ثلاثة؟ إيه اللي يمنع؟ يبقى نقول شدة العطش قد تدفع الإنسان أن تجرع الماء كجرعة واحدة. نقول إيه اللي يمنعك؟ ما يمنعك أن تشرب كما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن احنا نسعى أن نتشبه بالصالحين ونسعى إلى هذه الأفعال المقصودة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول من شدة الجوع نقول عند ذلك قد لا ينتبه الإنسان، يأكل بشمال مثلا أنتبه كده أقول بسم الله، يبقى كأن بنخرج كده المفكرة في المفكرة، يبقى أداب الطعام، أو نقول كيف أمارس العبودية من خلال الطعام، يبقى بنتبه كده أقول بسم الله أكل مما يليني أكل بيميني أقول الحمد لله متى انتهينا من ذلك الطعام. يبقى دي عبوديات، والله تعالى كما قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. يبقى نطعم الحلال الطيب، لابد من اكتساب هذا الطعام من سبيل مشروع، وكذلك لابد أن يكون ذلك الطعام طعام نقول حلال طيب أحل الله عز وجل لنا ذلك. يبقى السبيل مشروع والطعام ليس بطعام خبيث، الشراب الخبيث بنبتعد عنه، الطعام الخبيث بنبتعد عنه، لابد أن يكون هذا طعام طيب. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نقول أن العبد المؤمن يمارس كل الأفعال، هذه أفعال تعبدية، يمارس هذه الممارسات الإيمانية في واقع حياته، وأن خاصة في هذه الأمور التي يغفل عنها الكثير من الناس، دي أمور بيغفل عنها الكثير من الناس. يبقى أنا بستدعي دايما كده هذه الممارسات التعبدية عند القيام بهذه الفعلة، أستدعي ما ينبغي أن أفعل. يبقى ما ينبغي أن أفعل، يبقى نقول عند الطعام كده ما ينبغي أن أفعل، كأني بنخرج كده ورقة العمل. ايه ورقة العمل بقى مع الطعام؟ طب ايه ورقة الطعام مع الشراب؟ ايه ورقة العمل مع لبس الثياب او خلع الثياب، لبس النعال خلع النعال؟ ايه ورقة العمل مع الدخول للخلاء والخروج من الخلاء؟ نقول حتى لا تنسل منا او تتفلت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده المسلم يترجم حياته هكذا. نقول لان هي افعال احنا بنفعلها، وبالتالي لكن انا ارتب الافعال واقصد بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش امر حيكلف به الانسان زائد، يعني لما انا هتبع السنة مفيش امر زائد حنكلف به، كل ما في المسألة الانتباه الادراك. يبقى انا مدرك، ما بنساش ان انا عبد، أنا المطلوب أن أنا لا أنسى أبدا أنني عبد لله سبحانه وتعالى، أنا عبد. يبقى نقول مش عبد عند الصلاة وعبد عند الصيام، عبد عند قراءة القرآن، عبد عند الاستغفار والتوبة، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه العبودية بتاعتنا هتترجم في هذا الأمر. وبالتالي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، أول من ينصاع إلى ذلك الأمر، أول من يمتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تصل إلى المسامع. يبقى أنا أول من نقول يبادر بفعل الطاعات التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى أو ندب العباد إلى فعلها، يبقى ده المطلوب. وبالتالي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يبقى المؤمن حياته كلها ممارسات تعبدية. يبقى نقول في كل الأمور الحياتية، قلنا خاصة هذه الأمور التي يغفل عنها الناس، يبقى المطلوب دايما الإدراك. ففعل الإنسان للسنة نقول هو لم يكلف بعمل زائد، ولكن المسألة كلها الإدراك. يبقى أنا حنطعم، يبقى إيه اللي يمنعني أن أنا أطعم بهذه الصورة؟ يبقى مفيش أمر زائد، يبقى نقول على ذلك حنطعم، ما احنا هنطعم باليد أساسا، ولكن المطلوب أن أنا يعني أقدم اليمنى لا أقدم اليسرى، المطلوب أن أنا أقول بسم الله في البداية، أقول الحمد لله في الانتهاء، المطلوب من الآداب كده أن أنا أكل مما يليني، يبقى دي آداب، هذه آداب. يبقى في الشراب كذلك، يقول بسم الله وقول الحمد لله، تجرع الماء على ثلاث جرعات، يبقى نقول على ذلك تجرع الجرعة الأولى ثم أبعد نبعد الإناء ونتنفس،
ثم الثانية ثم الثالثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس بشراب ثلاثة. نقول دائما كده لعلها هذه السنة، هذه السنة نقول التي يثقل بها الميزان، لعلها الحسنة التي يثقل بها الميزان. فإحنا أنا لا أدري ما هي الحسنة التي سيثقل بها الميزان، فبنجتهد، وبالتالي بنجتهد ولا نزهد ولا نظهر الزهد أبدا في أي طاعة نطاعت أو في أي حسنة من الحسنات. يبقى ده عمل الإنسان المؤمن، دي تجارته، التجارة دايما هتكون في مسألة الحسنات. يبقى نقول على ذلك لا يزهد في أي حسنة يستطيع أن يقوم بالتقاطها، وبالتالي يعني يزهد فيها أو لا يقوم بالتقاطها، نقول لا أي حسنة. يبقى في طريق الإنسان المؤمن لابد من التقاط هذه الحسنة وعدم الزهد فيها، لأنني لا أدري أي الحسنات سيثقل بها الميزان. يبقى ممكن يكون هذه الحسنة، ممكن تكون هذه الحسنة، يبقى مجرد كده لبس النعال باليمين خلع النعال بالشمال لعلها الحسنة التي تثقل بها الميزان. لما نقول أطعم باليمين كده قصد اتباع السنة لعلها الحسنة التي تثقل بها الميزان. لما أشرب على ثلاث وقتنا نقول كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بالصورة والصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعلها الحسنة التي تثقل بها الميزان. دائما كده يبقى الإنسان يعني نقول لا يتخلف عنه أبدا هذه الرؤية لتلك النظرة، أنني عبد لله سبحانه وتعالى، مش عبد في الصلاة فقط، أنا عبد في كل حياتي، كل شؤون حياتي. نقول حتى اللقمة يرفع رجل في امرأته يحتسبها له صدقة، عمل صالح، وفي بضع أحدكم صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا منتبه إلى أن أتبسم في وجوه إخواني، نقول لأنها عمل صالح. يبقى انتبه إلى إفشاء السلام عندما أمر على القوم، لأن هذا عمل صالح. انتبه إلى المصافحة التي تحتها بها الذنوب، هذه كلها أعمال صالحة. يبقى أنا بنتبه وبندرك المعاني، وبالتالي لابد أن أنا أضع الخريطة، خريطة نقول التطبيقات في واقع حياتي. وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. المؤمن أولى الناس بلزوم التقوى، المؤمن هو أولى الناس بلزوم التقوى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن الأيمان. واليمين ما هو إلا كلمة، والمطلوب أن الإنسان ينتبه إلى ما يتكلم به. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وننظر إلى رحمات الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل أراد بنا اليسر، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لم يشدد على عباده ولكن يصل لهم سبيل الطاعات. والله عز وجل والذي خلق العبد ويعلم أن العبد قد يندفع في بعض الأحوال، وبالتالي قد يتلفظ بما يأثم به، يعني قد يتلفظ الإنسان بما يأثم به. ومن رحمات رب سبحانه وتعالى أننا لا نؤاخذ باللغو في اليمين. قلنا جارة عادة الإنسان، والله لا تأكل، والله لا تطعم، والله لا تفعل كذا، ولكن هو لم يعقد العزم على هذا القسم، فربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد بذلك. هذا من رحمته وهذا من إحسانه سبحانه وتعالى علينا. يبقى نقول أدي كلمات إحنا بننطق بها بنتكلم بها، لو أخذ الله عز وجل العباد على ذلك نقول لكان هناك مشقة شديدة، ولكن نقول هذا هو العدل، إن إحنا يؤاخذ الإنسان بما تكلم به، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يؤاخذ العباد بهذا اللغو في اليمين، ولكن العبد يؤاخذ بما كسبت القلوب، بما عقدتم الأيمان، يبقى بما كسب بما كان قاصدا، يبقى أقصد الحلف، يبقى متعمد ذلك الحلف، يبقى نقول هذا يمين منعقد،
يبقى ده يمين منعقد، يبقى اليمين منعقد بنقول يبقى على أمر مستقبلي، يمين منعقد كده يبقى والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يبقى على أمر مستقبلي، فدي يمين منعقدة، هذه يمين منعقدة من رحمات الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا منها المخرج، حتى لو عقد الإنسان اليمين فحنث في يمينه فنقول على ذلك انظر إلى الكفارة، هذه الكفارة متمثلة في طاعات مزيد من الطاعات، يبقى نقول الطاعة دي تزكى بها النفوس، تزكى بها النفوس وتطهر بها النفوس والقلوب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يبقى لغو الكلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به العباد، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يبقى نقول هذه يمين منعقدة، يبقى قصد القسم، قال والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يبقى على ذلك نقول دي يمين منعقدة، هذه اليمين نقول إن كانت في أمر حرام يبقى لا يجب في الحالة دهية نقول الوفاء بذلك اليمين، يبقى كإنسان أقسم كده يعني قال والله لأشربن الخمر، نقول لا، لا ينبغي عليك أن توفي بذلك، هذا يمين لا توفي، ولكن لابد أن تكفر عنه كفارة يمين. أقسم بربي سبحانه وتعالى أنه هو يفعل فعلا من أفعال الطاعات، يبقى على ذلك نقول يبقى وجب عليك أن توفي بذلك، نقول متى حنث يبقى عليك كفارة يمين. أقسم بربي سبحانه وتعالى أنه لا يقوم أو يقوم بقطع صلة الرحم، نقول وجب عليك في الحالة دهية أنك أنت تصل الرحم ثم تكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لنا إذا حلف الإنسان قلنا سعد بما لحظة غضب، وبالتالي الشيطان يملي عليه هذا القرار، يبقى لحظة الغضب دايما إنسان العقل ما بيبقاش حاضر نقول حضور تام، ولكن بيذهب جزء ما من العقل عند الغضب، وبالتالي يتملكه الغضب، فالشيطان على ذلك يلقى عليه بعض هذه الإقرارات أو بعض هذه المسائل، فيقسم برب سبحانه وتعالى لا يقطعن صلة الرحم، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن حلف الإنسان على يمين ثم وجد أن غير خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين، نقول كل ذلك رحمات من رب سبحانه وتعالى، يبقى دي شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، قلنا الآن ساعة الغضب يبقى نطق بهذا الكلام وأقسم برب سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك لو لم يكن هناك مخرج يبقى كان الحل هيكون إزاي، لو لم يكن هناك مخرج، لكن من رحمات الله سبحانه وتعالى من إنعام إحسانه من فضله، هذا تفضل من رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل لنا المخرج، في مخرج من الأمر، في مخرج من الأمر، يبقى إن حنث في يمينه نقول فلتكفر كفارة يمين، نقول يبقى لو أقسم برب سبحانه وتعالى أنه لا يقومن بصلة مثلا رحم الأخ أو الأخت أو غير ذلك، يبقى نقول تحنث في يمينك وتكفر كفارة يمين، ونقول إن حلف على فعل لم يفعلها يبقى عند ذلك حنث في اليمين، يبقى نقول أنت عليك كفارة يمين. ما هي الكفارة؟ هذه الكفارة يغفر بها الذنب، يرفع بها ذلك الاسم والذنب، يبقى نقول حدود كفارات، والكفارة دي يبقى هذا ذنب كيف يغفر؟ يبقى عن طريق ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الكفارات. قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، يبقى إن حنث في اليمين يبقى كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يبقى هذه 3 على التخيير، لكنك أنت تطعم 10 مساكين طالما في المقدرة، أو تقوم بكسوة 10 مساكين طالما في المقدرة، أو تحرر رقبة، أو يبقى للتخيير كده أنت مخير، يبقى هو قام بتحرير رقبة، نقول على ذلك أنت مخير أن تفعل إحدى هذه 3 على التخيير، فإن لم يجد واحدة من هذه 3 يبقى بينتقل بعد ذلك إلى الصيام، يبقى دي كفارة الأول على التخيير والثانية على الترتيب، يبقى لا يصوم هذه الأيام 3 ابتداء كده إلا إن عجز عن الاتيان بإحدى هذه 3، يبقى عجز عن إطعام 10 مساكين، عجز عن كسوة 10، عجز عن تحرير رقبة، يبقى في الحالة دي نقول فليصوم 3 أيام كفارة اليمين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا لو نظرنا كده الكفارة كلها متمثلة في طاعات،
يبقى مش هيجلد ولا هيسجن ولا هيضرب. دي كلها طاعات، طاعات قلنا هذه الطاعة عشان نعلم أنها تزكى بها النفوس، تطهر بها النفوس. يبقى هذا القول لما حنث في اليمين فكانت الكفارة نقول إطعام مساكين أو كسوة مساكين أو تحرير رقبة، فنقول دي كلها أساسا يبقى من ناحية المال نفقة كلها هتبقى مالية، أدي إطعام المساكين ده مال، كسوة المساكين مال، تحرير رقبة مال، إن لم يجد يصوم ثلاثة أيام. كل ده لطهارة وكفارة من ذلك الذنب. يبقى نقول على ذلك العبادات بتزكى بها النفوس، وكانت نقول العقوبة يبقى عن طريق فعل هذه الطاعات. فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام سواء كانت متتابعة أو كانت متفرقة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، إذا حلف ثم حلف في اليمين. وبالتالي بكفارة اليمين متمثلة فيما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يبقى واحفظوا أيمانكم، يبقى الإنسان ما يكثرش من الحلف ولا تطع كل حلاف مهين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. البعض كده يعني دايما كده الحلف في لسانه، اعتاد على ذلك، فانتبه ولا تطع كل حلاف مهين، قلنا عشان ما يدفعكش ذلك إلى الكذب أو الوقوع في الحرج. احفظوا أيمانكم، يبقى نحفظ الكلام، وبالتالي ما نندفعش كده إلى سرعة القسم. البعض يبقى عنده سرعة كده في القسم بالله سبحانه وتعالى أنه مش هيفعل كذا أو هيفعل كذا، فانتبه حتى لا نقع في الحرج. ولا بد من تعظيم الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلأن البعض أقسم بربه أنه لا يصل الرحم، ما مش هنقسم بالله أن احنا أنت يقسم بالله على المخالفة للشرع، يبقى أقسم برب أنه لا يصل صلة الرحم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الرحم، كيف تقسم بالرب المعبود على فعل المخالفة؟ يبقى على ذلك يبقى ينتبه الإنسان، انتبه، تقسم بالله سبحانه وتعالى على عدم فعل الخيرات، والله عز وجل أمرنا بفعل الخيرات. يبقى لذلك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يبقى نخلي بالنا ان احنا ما نقسمش بالله سبحانه وتعالى على امر واجب احنا مش ما نفعلوش، او نقسم بالله على فعل امر محرم، فقد نهى الله عز وجل عن فعل المحرم وامر بفعل الطاعات والخيرات والقربات. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. يبقى نقول بنشكر شكر الرب المعبود سبحانه وتعالى على انه قد يصل لنا هذه الاحكام، لأحكام فيها تيسير، هذه احكام نقول ان حنث في اليمين يبقى ده ذنب هيؤاخذ به يوم القيامه الا مكفر كفاره يمين، فجعل الله عز وجل لنا المخرج كفاره اليمين هيمحى بها ذلك الذنب وهذا الاثم، يبقى دي كفاره. يبقى حنث في اليمين يبقى نقول الكفاره يبقى يكفر بها ذلك الذنب وهذا الاثم. إيه إن لم يكن هذه الكفارة يبقى نقول الذنب ده يبقى بيعلق بالإنسان حتى يجازى عنه يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل من رحمته جعل لنا المخرج من هذا الأمر متمثل في هذه الكفارة. وبالتالي دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعل لنا المخرج لو حنث الإنسان في يمينه. ثم تأتي بعد ذلك الآيات أيضا بهذا النداء الذي نادى به علينا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى تأتي هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوا هذه الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجتنب هذه الموبقات، هذه المهلكات. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى كما أن الإنسان مطالب بفعل الطاعات وده سبيل الفلاح، مطالب أيضا بالابتعاد عن المخالفات وهذا هو سبيل الفلاح. يبقى الطاعة متمثلة في فعل الأمر واجتناب النهي، كما قلنا إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إن إحنا نجتمع على مسائل الإيمان ونجتنب الشرك. هنا المطلوب أيضا
يبقى ترك المعصية، يبقى ترك المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا أن نترك المعصية والمخالفة، نهانا أن نقع في المعصية والمخالفة. يبقى فعل الطاعة نبقى نقول هذه قربة الله عز وجل، الصلاة طاعة، الصيام طاعة، كذلك ترك المعصية طاعة وتعظيم لأوامر رب سبحانه وتعالى، تعظيم لشعائر الرب سبحانه وتعالى ولحرمات الله سبحانه وتعالى. فاجتنبوا لعلكم تفلحون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بغية الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نقول لأن دهية أساسا أفعال من شأنها يعني تنشئ العداوة والبغضاء في القلوب. قلنا لأن الخمر بتتلاعب بعقل الإنسان، فعند ذلك يتفوه بكلام فيه سب فيه شتم فيه اعتداء على الآخرين. كذلك الميسر يبقى هو يصادر مال الآخرين بغير وجه حق، فدي ينشأ منها العداوة والبغضاء. ما فيش أبدا بينك وبين البائع ما نشأتش عداوة ولا بغضاء. نقول لأن هذه سلعة حلال، البائع يقوم ببيعها ثم أنت تدفع المال، دفعت المال مقابل ذلك العوض، هو حصل على المال مقابل التنازل عن سلعته، وبالتالي ما دام منشأ العلاقة. لكن بالنسبة للميسر حنجد أن هذا الميسر ينشأ منه العداوة والبغضاء، لأنه أكل مال الغير بوجه حق، أكل مال الغير بوجه حق. الربا ينشأ منه العداوة والبغضاء، هو أكل مال الغير بوجه حق. لكن نقول بالسبيل المشروع فعلى ذلك لا تنشأ عداوة ولا بغضاء، ولكن تنشأ مودة وألفة. لكن انظر إلى هذه المعاصي، يبقى أي معصية يبقى تجر الإنسان إلى البغضاء والعداوة. قلنا خاصة ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى قلنا لأن في الميسر كده يبقى مصادرة مال الغير بغير وجه حق بسبيل غير مشروع، وكذلك الخمر. يبقى مع الخمر تتلاعب بنقول العقول فيكون منه السب والشتم والاعتداء على الآخرين بالضربة وغير ذلك. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ يبقى ننتهي عن هذه الأفعال التي من شأنها تجلب العداوة والبغضاء، زي ما احنا كما استمعنا إلى الآيات إنما المؤمنون إخوة، يبقى في أخوة. وقلنا عشان نحافظ على الأخوة دي في قوادح لابد إن احنا نبتعد عنها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ويا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يبقى كل دي قوادح في الأخوة. يبقى نقول ما ينبغيش أبدا أن تكون الأخوة الإيمانية ومعها هذه المنكرات، دي أفعال منكرة وأفعال قادحة في الأخوة الإيمانية، هذه أفعال قادحة في الأخوة الإيمانية. بالأخوة الإيمانية احنا هنقيمها، والمطلوب المحافظة وصيانة الأخوة الإيمانية. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا جانب من القوادح، يبقى جانب. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجى اثنان دون الثالث. يبقى نقول ما يبقى لو ثلاث افراد كده ما يتناجيش اثنان دون الثالث، قلنا مخافة ان الشيطان يوقع في نفسه شيئا. يبقى نقول حتى نقول يعني الامور المعنوية لابد ايضا من الانتباه اليها. فهنا ايضا الخمر والميسر يبقى فيها عداوة وبغضاء، وفيها صد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ لا بد أن احنا ننتهي عن المفاسد وعن المخالفات وعن الآثام التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. وكيف أن المعصية تبعد الإنسان عن طريق الطاعة، فينشغل الإنسان بها، يبقى ينشغل نقول مع شرب الخمر ذهب العقل، وبالتالي قد تمر عليه أوقات ولا يصلي فيها نتيجة ذهاب العقل، ذهب العقل وهو لا يدرك ما يتكلم به. وبالتالي كذلك أيضا نقول الميسر حينشغل، ينشغل نقول أن ده حينشأ الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك أيضا يسعى إلى تعويض ما فات من هذه الأموال، فينشغل عند ذلك عن ذكر رب سبحانه وتعالى، وكذلك ينشغل عن هذه الأموال. فلا أنتم منتهون، ننتهي عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. وده حال المسلم، ده مقتضى وموجب الإيمان أن ننتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، كما أن موجب الإيمان أن نمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأطيع
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذر من المخالفة، احذر من المعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الطاعة يبقى عكسها المعصية، يبقى الامتثال عكسه، يبقى عكس نقول الامتثال يبقى لأوامر رب سبحانه وتعالى، عكس ذلك هو فعل المخالفات. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أطاع الله من أطاع الرسول من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذر من المخالفة، احذر من العصيان، احذر من التولي والإعراض. بعدما ورد إلى مسمعك هذه النصوص من الكتاب والسنة، فإن توليتم، إن تولى الإنسان أعرض، فاعلموا أنما على رسول البلاغ المبين، أنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يبقى الرسول عليه البلاغ، نقول وصل هذا البلاغ، يبقى وصلك هذا البلاغ، وصل البلاغ، المطلوب العمل. فإن تولى أعرض الإنسان حسابه على رب سبحانه وتعالى، إنما على رسولنا البلاغ المبين. وبالتالي نقول يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقام بهذا البلاغ على خير وجه، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء. وإنما فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب ويجازي العباد، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يبقى نقول هذه مهمة النبي، يبقى إبلاغ الحق إلى الناس، وصل الحق إلى الناس، هو غير مسؤول عن النتائج، هو غير مسؤول عن النتائج. وكذلك نقول أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يجب أن يجتهد في إبلاغ ذلك الحق إلى الناس، هو غير مسؤول عن النتائج. وهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يجازي العبد على عمله، ولكن لا يجازي العبد على هذه النتائج في الدعوة لدين الله سبحانه تعالى على النتائج. من استجاب والذي لم يستجب نقول لا. والنبي ليس معه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى هذه الآيات نزلت لما في تحريم الخمر، وأن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، ماتوا وفي بطونهم الخمر. فنقول الصحابة انشغلوا، نقول ودي الإخوة الإيمانية، هذه الإخوة أخوة عملية. يبقى نقول الإخوة الإيمانية، احنا بنتكلم عن الإخوة الإيمانية دايما، ونتكلم هذه الإخوة الإيمانية ومظاهر الإخوة الإيمانية، لكن الصحابة كانت تمارس الإخوة الإيمانية، كانت تمارس الإخوة الإيمانية. انظر هذه حكم الأحكام، نزل تحريم الخمر، وبالتالي ماذا، ما الذي انشغل به الصحابة؟ انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا هذا الحكم. يا ترى إيه الحكم عليهم؟ ما الحكم في هؤلاء؟ يعني ماتوا وفي بطونهم الخمر. يبقى تنزل الآيات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ونقول فيها تزكية لهؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن هذا الحكم لو نزل وكانوا ما زالوا أحيان لا امتثلوا، لم تثلوا لذلك. يبقى صدق النية، صدق النية، يبقى الإنسان صادق مع ربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول كده إن كل أمر أعلمه أطبقه، كل نهي يبقى أعلمه هبتعد عنه. يبقى على ذلك هو ما زال بيطبق الأوامر، نقول لكن في أوامر لسه لم تصل إلى مسمعي. يبقى لكن هو أساسا مؤهل، صادق في النية، صادق نقول في المقصد، وبالتالي كل أمر بيأتي بيمتثل ذلك الأمر، كل نهي بيبتعد عنه. نقول هؤلاء لم يدركوا تحريم الخمر، ماتوا قبل إدراك ذلك الحكم الناسخ لمسألة الخمر. وكانت الخمر أساسا نقول يعني كانوا يشربون الخمر ولم تحرم في البداية، ولكن تحريم الخمر نزل بالتدرج، حتى كانت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
يبقى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. يبقى الآية بينت الكلام ده، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى نزلت بالتضرر لغاية لما آتت هذه الآية نقول التي فيها تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيبقى أدي التحريم. طب قبل التحريم يبقى كانوا يشربون الخمر، كانت على الإباحة، كانت على الإباحة، يبقى قبل التحريم. زي بالضبط كده يبقى تحريم نكاح المتعة ده ورد في خيبر، يبقى قبل خيبر كانوا يتعاملون بذلك الأمر. تحريم الحمر الأهلية كان في خيبر، يبقى كانوا قبل خيبر يتعاملون بذلك الأمر، كان على الإباحة، كان على الإباحة حتى أتى الأمر بالتحريم والمنع. هي الخمر كذلك، لكن القضية كلها أن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر. ده حكمهم فيهم إيه؟ قلنا من شوى حيقول أنا الحمد لله أدركت هذا الحكم والحمد لله يعني ربنا عفاني من ذلك الأمر. لا، همهم كله في إخوانهم الذين ماتوا. دي الأخوة، هذه الأخوة أخوة عملية تطبيقية. أخوة دي مش عبارة كده يعني نقول أخوة، احنا نقول أخوة إيمانية تجمعنا الأخوة الإيمانية، لكن فين المظاهر التطبيقية؟ فين مظاهر التطبيق الأخوة الإيمانية؟ ده الأخوة الإيمانية دي بتجيب حقوق. الإسلام أوجب رب سبحانه وتعالى حقوق للمسلم على المسلم، حقوق، هذه حقوق، يعني ليس من باب النفلة، من باب الحقوق، حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة. المطلوب يبقى إحنا أي قادح منا نبعده. ده نقول لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمارسوا بقى الأمر ده هو من هذا الانشغال، حتى تنزل الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مفيش حرج ولا إثم عليهم فيما طعموا قبل التحريم. إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. قلنا يبقى ده كان حالهم، حالهم حال الصحابة دول رضي الله عنهم، لو نزل فيهم الحكم لامتثلوا، لامتثلوا، لأنهم صدقوا مع ربي سبحانه وتعالى في الإيمان، صدقوا مع ربي في الإيمان. كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الغزوات، يبقى أنه أساسا قال إن إحنا تركنا أخوان في المدينة، ما سرنا مسير ولا قطعنا يعني شعب من هذه الشعب إلا كانوا معنا شاركونا في الأجر، ما حبسهم إلا العذر. يبقى كان صادق، يبقى صادق، يبقى ممكن إنسان يكون حبس العذر، يبقى هو معذور أساسا، مريض أو غير ذلك، لكن هو لم يحدث نفسه بالخروج. لكن ده يعني لو ما كانش فعلا عنده عذر لكان صادق إن هو كان يخرج مع القوم. لكن ممكن إنسان يبقى عنده عذر، مش كل إنسان عنده عذر هياخد نقول هذه المرتبة أو هذه الحسنات أو هذه نقول الثواب، لكن هو صادق، لولا ذلك العذر لا خرج. نقول زي إنسان بالضبط كده يعني بيصلي صلاة الجماعة، في إنسان مريض هو ما كانش بيصلي الجماعة، وبالتالي نقول المرض أقعده عن صلاة الجماعة، هو ما كانش يصلي الجماعة أساسا، غير اللي هو مرضه أقعده، ولولا ذلك المرض نقول قلبه منشغل بصلاة الجماعة، لكن لولا ذلك المرض فيبدأ يثاب. لكن الآخر نقول مع إن ده مرض وده مرض، لكن التاني ما كانش يحدث نفسه بالخروج صلاة الجماعة، هو كان يصلي في بيته، فإن حبس المرض نقول ما حبسوش عن صلاة الجماعة لأنه ما كانش فعلا بيفعلها، لكن ده حبس المرض عن هذه الفعلة وكان صادق فعلا، يعني نقول لو لم يكن ذلك المرض لأن قلبه منشغل بالمساجد، قلبه منشغل بصلاة الجماعة، يبقى ده يثاب على الرغم أنه لم يأتي لصلاة الجماعة. يبقى على ذلك يبقى مش حول ده المرض مانع، مانع لمن كان فاعلا لذلك الأمر وكان صادقا في نيته. فهؤلاء أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا ما اتقوا وأمنوا عن الصالحات، يبقى ده كان حالهم أساسا، لو نزل الحكم لم تثلوا، لم تثلوا لذلك الأمر، ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ثم يأتي بعد ذلك هذا النداء أيضا الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات المرة القادمة نكتب بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم القول الصحيح ده كلام طب أنت فرقت ما بين الصحيح والخطأ إزاي لازم عندنا معيار أستطيع من خلاله أن أميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال يبقى بين الحلال والحرام يبقى في قواعد في أسس لو الإنسان ما عندوش معايير ما عندوش أسس أو قواعد يبقى نقول على ذلك يقع في المحظور يقع يبقى حيلبس عليه الحق بالباطل ما إزاي بيلبس على الإنسان الحق بالباطل كيف يلبس يبقى من تزيين الشيطان وزين له الشيطان وأعمالهم يبقى نقول زين له الباطل فظهر في صورة الحق فاندفع إلى فعله هو في الحقيقة باطل وزين له الحق أنه أخرجه ليه في صورة باطل فعلى ذلك ابتعد عن الحق لأنه ظنه بيعتاد عن الباطل عشان كده احنا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا اشوف الحق ده حق فعلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يبقى ممكن الإنسان يشوف الباطل ده في صورة الحق يزين له الشيطان ذلك الأمر ويشوف الحق ده في صورة الباطل يزين له الشيطان ذلك الأمر فمن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يرى الحق حق ويرى الباطل باطل فعرفنا نميز ده حلال وده حرام يبقى عرفنا نميز وبالتالي يبقى الإنسان يبقى هذا التمييز نقول ده هذه حال الإنسان ده البحث عن الحقيقة يبقى يستطيع أن هو يميز غير الإنسان هو لا يبحث عن الحق فالجن دولت لما بحثوا يبقى إن سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم هو ده خرج من مشكاة واحدة وده يهدي الحق إلى طريق المستقيم يبقى لازم يكون عنده ضوابط وقواعد وعنده معايير يزن على أساسها ذلك الأمر هؤلاء أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يبقى مباشرة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين عرف الحق المفروض إيه تلتزمه تلبحث عن الحق كده اللي بيبحث عن الحق أول ما بيعرف الحق أول ما بيصل الحق بيلتزم نلتزم هذا الحق يبقى ده هذه نفسية الباحث عن الحق زي الجن هو وكهؤلاء الذين وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يتعاملون مع شرع ربهم مع القرآن لما يصل إلى مسمعهم لأنهم يبحثون عن الحق يسمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين اللي يمنعنا من الإيمان يعني ما الذي يمنعك من الإيمان بعدما عرفنا أن هذا هو الحق بعدما عرفنا أن هذا هو الحق لذلك يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن مؤمن آل ياسين لما دعا القوم أن يتبعوا المرسلين هؤلاء على الهدى وليس على الضلال هؤلاء يدعونكم بلا أجرة وبلا مكافأة وليس لهم غرض دنيوي وبالتالي لما اعترض عن القوم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون يعني لا بد أن أنا أعبد رب الذي خلقني سبحانه وتعالى أو لا كذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وما لنا لا نؤمن بالله اللي يمنعنا ما هو المانع بعدما احنا عرفنا الحق اللي يمنعني من التزام الحق بعدما عرفنا ذلك الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قال يبقى دول أمنوا وده المطلوب إن أنا مهيأ لأستمع ثم أستجيب يبقى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يؤدي دعائهم ولجوهم إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى يبقى ده حال الإنسان لابد أن أنت تحيا وتعيش بنفسية الباحث عن الحق يبقى أنا بنقرأ في القرآن ببحث عن الحق عشان ألتزم بنقرأ في السنة باحث عن الحق عشان ألتزم ما هو الحق أن أفعل كذا والحق أن لا تفعل كذا كل ده بإرشادات توجيهات القرآن والسنة ده الباحث عن الحق يبقى بيسعى إلى رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى
وقلنا الإنسان ممكن بيتعلم الدين ويستذكر القرآن والسنة، لكن ده من أجل الثقافة والإلمام، يبقى عشان يبقى عندي معلومات دينية، عندي ثقافة إسلامية، لكن أنا بنبحث عشان نقول ألتزم، عشان أعرف إيه المطلوب وأقوم بامتثال وتنفيذ ذلك المطلوب. إيه الممنوع عشان أبتعد عن هذا الممنوع، يبقى دي مناهي. يبقى على ذلك أول ما أعرف أن الله تعالى نهى عن كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، نقول بلا نقول تردد في النفس، يبقى هذا ممنوع، يبقى أترك الممنوع. وكذلك بلا تردد في امتثال ما أمر الله عز وجل، هذا المطلوب أفعل المطلوب، سواء ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل مآل من كان طائعا لله سبحانه وتعالى من التزم ذلك الحق بعدما استبان لهم. قال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أحسن في عبادة ربي وأحسن إلى نفسه. يبقى نقول هؤلاء الذين تكلمنا عنهم قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يبقى نقول ده كان ظالم لنفسه، هذا ظالم، والإنسان مطلوب أن يكون محسنا مع نفسه وذلك جزاء المحسنين، هذا أحسن إلى نفسه. فآمن وأطاع وامتثل لما أمر الله سبحانه وتعالى، وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأحسن إلى خلق الله. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا آدي حال الطائع ومآله، وآدي حال العاصي المكذب المعرض عن آيات رب سبحانه وتعالى، وهذا هو مآله. ثم يأتي بعد ذلك هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. أنا عبد لي حدود لا أتعداها، لا أتعدى الحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله، الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الاعتداء، احذر من الاعتداء. الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم، هذا رزق رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يطعم رزق رب سبحانه وتعالى ثم يكون حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يبقى لابد أن نحن نطعم الحلال الطيب، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ونرجع الكلام عن هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.